بيتك بيتك هو منار الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة عايشة بجد. بيتك بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد. بيتك هو منارة الرب المجد إلهنا إشارة كنيسة بجد. بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة ملكوت يسوع يمتد. في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع. هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع. في بيوتنا عايشين ليسوع نبقى شهادة لكل جموع. هدفنا مجده واسمه وحده نبقى مثله للربوع. ابني بيتنا طوبة طوبة صلوات محبوبة بالصعاب تمسح دموع. بيتنا يا رب بيتك. مساء الخير، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيتك بيتك. مبسوطين جدا النهاردة في الحلقة الثامنة ان احنا نكمل مع بعضينا. احنا اشتغلنا مع بعض بقالنا 4 أو 5 حلقات عن التنشئة، واحنا لسه في الحقيقة بنتكلم عن التنشئة للأطفال. يمكن يكون قدامنا حلقة تاني أو 2 عشان ننقل للعلاقات النفسية والعلاقات الزوجية وكده، لكن احنا لغاية النهاردة هنا في المنطقة دي. احنا مبسوطين جدا النهاردة ان احنا نكمل معكم في الاتجاه ده كمان. مساء الخير، اهلا بيكم. بقالنا 5 حلقات ما تقابلناش، لكن النهاردة جايين نكمل التربية. والحقيقة أن التربية دي حاجة مهمة جدا بيقوم بيها كل أب وأم، فالكل بيت والكل عيلة طريقة أن هي بتربي بيها. ففي عائلات بتربي بطريقة عشوائية بتتصرف حسب الموقف في وقتها، لكن في عائلات بتحط قواعد ونظام من صغر السن. عالم الاجتماع الفرنسي إيميل دوركايم بيقول إن التربية دي جهد وتعب وخطوات متواصلة، وبيقول إن الطفل أو الولد بياخد فكر وبياخد عاطفة وبعدين يطلعهم سلوك. فدي ثلاث حاجات احنا هنشتغل عليهم، إن فكر عاطفة سلوك. بيقول كمان إن لو احنا سبناه إن هو يعيش لوحده أو يعلم نفسه استحالة يوصل طبعا للنتائج دي. يعني طب احنا ليه مهتمين قوي بفكرة التنشئة الصحيحة؟ وهل في خطوات او يعني امور نمشي عليها علشان نكون بنمشي مظبوط؟ بالضرورة ان اي حاجة بنعملها في حياتنا، يكون لها هدف. اي حاجة بنعملها لحياتنا في حياتنا عشان نوصل لأمر معين، عشان نوصل لحاجة. وإحنا بنربي وإحنا بنعلم وإحنا بنتكلم وإحنا بالقدوة وإحنا بنستخدم أساليب وإحنا بنهتم وإحنا بنفكر وإحنا بنسأل علشان نوصل لأهداف ولادنا. فمن ضمن الأهداف دي مثلا إن إحنا نعلمه مهارات من الأول خالص. نعلم الولد المهارات اللازمة عشان يتعامل بيها، بتعلمه مهارة الكلام عشان يقدر يتواصل، مهارة الحركة، مهارة الأكل عشان يقدر يشبع جسده. فبنعلمه مهارات، دي نمرة 1. نمرة 2، بالولد بيكتسب شخصية، يبقى ليه كيان، يبقى ليه وضع، يبقى ليه سلوك مستقل عن الآخرين. فاحنا بنربيه عشان يكتسب مهارات، ده هدف من ضمن أهداف التنشئة. احنا بنعمل خطوات تنشئة عشان يكون ليه شخصية مستقلة، شخصية قوية. كمان احنا بنربيه علشان نمرة 3، عشان يتوائم ويتوافق مع المجتمع اللي هو فيه. احنا بنعلمه حاجات عشان في الآخر يعمل تركيبة ويعمل اختلاط وتمازج بينه وبين المجتمع، فيسلك نفس سلوك المجتمع.
أربعة كمان عشان إحنا نهذب الغرائز بتاعته. زي ما ميلدر كايم قال وزي ما يمكن حد قلت إن إحنا لو سبناه هيعمل كل الحاجات الغلط. فهو عنده غرائز وهنتكلم فيها في الحلقة الجاية بتفصيل الجزئية دي يعني كده. فإحنا بنهذب هذه الغرائز، إحنا بنظبط السلوك. وبعدين نقطة كمان مهمة جدا وأخيرة يعني من ضمن أهداف كتيرة جدا، هي فكرة إن إحنا نوصله إلى نضج نفسي، إحنا نوصله إن هو يكون شخصية صحيحة، شخصية مقبولة، شخصية مفكرة، شخصية متزنة، شخصية فاعلة في المجتمع. طب إزاي هنتعامل مع الطبيعة اللي الله حطها؟ إزاي نشكلها؟ هو في الحقيقة برضو إذا كنا إحنا بنتعامل مع أهداف، فالأهداف دي بتترجم لبعض الخطوات. إحنا بنوجه الأهداف دي لفين؟ فإحنا بنوجه الأهداف دي عشان نشكل شوية حاجات. فإحنا بنوجه الأهداف دي عشان نشكل نمرة واحد، نعمل توجيه للغرائز. الغرائز بتاعته الولد عايز ياكل، عايز يبقى عايز يجي عشان ينام، عايز ياكل. فإحنا بنحط كل حاجة فيها. النهاردة هتكلم بس على حتة واحدة كده في توجيه الغرائز، اللي هي فكرة الألم واللذة في الغرائز. فعلى سبيل المثال، مرات الأم تقولي الولد أنت عايز الحمام، عايز تروح الحمام. الولد عرفت إزاي؟ هو أحد بيفرك يعني، أحد بيعمل كده حركات، كل ولد طبعا ليه حركة. ففي ألم لما بيروح الحمام، بيشعر بالارتياح. فدي واحدة احنا بنوجه الغرائز دي. عنده ألم الجوع، بيحس بألم ان هو جعان، هفتان، متضايق. فلما بياكل بيحس بلذة الأكل. فاحنا بنوجه الغرائز دي بتاعته، غريزة ألم الجوع بنشبعها بالأكل. ألم ان هو عايز يدخل حمام، ان احنا بنعلمه ان لما يكون في عندك الاحساس، لما يكون عندك الالم ده تروح المكان الفلاني. حتى في النوم بتلاقيه قاعد بينام على نفسه، قاعد مدروخ، قاعد يعني مش متزن كده. فاحنا بنوصفه له ان الالم ده، الارتباك ده لما بتنام، لما بتشبع ان انت بتنام، فانت بتحس بارتياح. فنمره المستوى الاولاني ان احنا نشكل الطبيعة دي، ان احنا نوجه هذه الغرائز اللي عند الوقت. احنا خدنا على سبيل المثال، طبعا في امور كتير جدا، لكن على سبيل المثال الاكل، الشرب، الحمام، النوم. يبقى المستوى الاولاني اللي هو تشكيل طبيعة الولد في توجيه الغرائز، ده المستوى الاولاني. طب المستوى الثاني بعد ما احنا اتعاملنا مع الطفل في المرحلة الأولانية خالص مع الغرائز بتاعته اللي هو في السن مبكر، طبعا بعد كده بنتعامل مع بناء الصحة النفسية بتاعته. يعني ايه بناء الصحة النفسية؟ يعني يطلع ولد متزن، ولد مفكر، يطلع عنده ضبط نفس. احنا بنعلمه كده، بنعلمه ان هو يهدى، نقول له بالراحة اهدى، فكر. مثلا هو انا عايز الغرائز، عايز يدخل الحمام، طب استنى شويه انا جعان واحنا بره البيت. اقول طب استنى شويه انا لما نروح، او ممكن مثلا ناخد بسكوت او اي حاجه. فالبناء الصحه النفسيه بتاعته يبدا يتعلم ان هو يتزن، ما يعملش حاجات عشوائيه، ما يكسرش، ما يضربش، ما يعملش، ان هو يظبط نفسه. كمان هو يكون عنده ثقه بنفسه، ان هو يبدع، يفكر، ان هو يعمل حاجات كويسه. وكمان ان هو يتفاعل مع البيئه والمجتمع دي، عشان هو يؤثر ويتاثر. كمان على فكره، الولد اللي مش بيتفاعل واللي مش بيؤثر ده اجتماعيا، الولد اللي قاعد لوحده ما بيتكلمش، ما بيتحركش، ما بيتصرفش، ما بيتعاملش مع حد، احنا يعني مع الاعتذار يعني بنسميه ولد متخلف. الولد السلبي بنقول عليه يعني ان هو ولد متخلف. يبقى المستوى الاولاني اللي هو تشكيل طبيعه الولد لتوجيه الغرائز. أيوة. المستوى الثاني تشكيل طبيعه الولد في بناء الصحه النفسيه. طب المستوى الثالث هيكون ايه؟ المستوى الثالث اللي هو التوافق الاجتماعي. وانا يمكن النهارده قلت كلمه التوافق الاجتماعي دي اكتر من مره، لان دي نتيجه طبيعيه ان الولد ينسجم مع المجتمع الصغير بتاعه،
يتوافق مع مجتمع الاسره, وبعد كده يتوافق مع مجتمع العيله, مع مجتمع المدرسه, مع مجتمع الشغل وهكذا يعني. فالمستوى الثالث التوافق الاجتماعي اللي انا بوصله ده في مرحله يكبر شويه فنبدا نتعلم كده. هو اللي بيتعلم التوافق الاجتماعي ده اما بالتلقين, يعني احنا نقول له مثلا ايه, انت لازم تشترك في النشاط الفلاني, لا انت روح العب مع الولاد, انا بحرك, لا ايوه يعني مثلا, لا لازم تسلم لما انكل يجي او طنط او عمه او اي حد, لا لازم تسلم عليه, او لما تاخد حاجه قول شكرا. كل حاجه بالتلقين. تمام, دي بالتلقين, او هو كمان بياخدها بالتقليد, فهو يشوف حاجه فيقلدها هيعمل زيها. يبقى المستوى الاولاني انا بفكركم تشكيل طبيعه الولد في توجيه الغرائز. تمام. المستوى الثاني تشكيل طبيعه الولد في بناء الصحه النفسيه. المستوى الثالث تشكيل طبيعه الولد في التوافق الاجتماعي. طب يا ترى بقى المستوى الرابع؟ المستوى الرابع هو التفاعل الثقافي. يعني الولد الثلاثه اللي فاتوا كانوا امور يعني تخص داخليه, تخص سلوكيات. الامر الرابع ده انا اعتقد هو مهم جدا, وهو التفكير, ان هو يكون ليه نفس المبادئ ونفس الافكار ونفس الاتجاهات. ادي حضرتك مثال يعني صغير, مثلا مارجريت ميد عالمه علم الاجتماع في بحث من الابحاث بتاعتها بتذكر عن الملكيه, ان احنا بنعلم الولد الملكيه, ان دي حاجتي او حاجه الغير. فبتقول مثلا بعض قبائل غينيا الجديده ان هم بيقدسوا جدا موضوع الملكيه, بيحبوا جدا حاجاتهم. فمثلا يعني لو واحده اتكسرت منها كوبايه تقعد تعمل جنازه وجيرانها يعني يجوا يعزوها او كده. بيعلموا اولادهم ان هو يحافظ جدا على الحاجه بتاعته, وبيقولوا له ان انت حتى لو لقيت حاجه وقعة بتاعة حد ما تاخدهاش, لان هي بتاعة حد هيرجع ياخدها. ده كمان في فكرة تاني بتقولها, ان هي حب التملك للطفل. ايوه, ان الطفل اي حاجة بيبقى عايزها ليه, عايز ياخدها لنفسه. حتى لو واحنا ماشيين في الشارع ومعايا طفل صغير لقى لعبة عايز ياخدها. تمام. فعنده حب التملك. والنقطه دي دايما بنخلي بالنا قوي في مدارس الاحد واحنا بنعلم الولاد, ان هو ايه, مش كل حاجه لا تاخدها ليك, مش حاجه مش بتاعتك ما تاخدهاش. ودلوقتي افتكرت ترنيمه بتتكلم على نفس النقطه دي, بتقول حته حاجه حلوه قد البندقه, قلت اروح اخدها اكلها كلها, بس ضميري قال لي انها مش بتاعتي, بس ضميري قال لي انها مش بتاعتي, والوصيه تقول لا تسرق يا صاحبي. لا لا, لو في مدارس الاحد يرجع على نتكلم على الامهات. ما انا بحب مدارس الاحد والولاد, فعشان كده حابه ان انا ارنم. بس هنسيب مدارس الاحد دلوقتي, وعايزه اعرف رغم ان احنا بنعمل الخطوات دي بس ما بنوصلش لنفس النتائج ليه؟ هو هي دي حقيقه. يعني مرات بنتعب كتير, ومرات بنعمل حاجات من مفهومنا احنا ومن منظورنا احنا, ان احنا عملنا كل اللي علينا وعملنا صح. احنا اتكلمنا عن التربيه, واتكلمنا عن الاهداف, يعني اتكلمنا عن الاهداف ان احنا عايزين الولد يكون ايه, واتكلمنا كمان عن احنا بنتعامل مع ايه فيه. فبنتعامل مع الغرائز, بنتعامل مع نفسيته, بنتعامل مع اجتماعياته, بنتعامل مع ثقافته. في بعض الموانع يعني هي الحاجات اللي تمنع ان احنا المجهودات اللي احنا بنعملها في التربية, يعني في الاخر ان انا عملت حاجات بس طلع الولد مش اللي انا عايزه, مش اللي انا عايزه, او السلوك مش اللي انا عايزه, او المستوى مش اللي انا عايزه, او هو مش متوافق مع العيله. عايزين نعرفه ليه. تمام, مش متوافق مع العيله, او مش متوافق مع المجتمع بتاعه, او مش متوافق في المدرسه, او مش متوافق في دور العباده اللي بيروحها. في الحقيقه في بعض الامور بتخص الولد, وفي بعض الامور بتخص العيله والام. انا عايز اتكلم على البعض منها. يعني واحده منها قد تكون واحدة, مش على فكرة اللي احنا نقوله مش في كل الحالات يكون هو لحالات يعني, بس احنا نقول اسباب كتيرة يمكن يكون يعني حد منها. طبعا
يعني مثلا خروج المرأة للعمل، الخروج الاضطراري للمرأة للعمل، في ستات هي اللي بتتكفل بالبيت وتعول البيت، فهي بتطلع اليوم كله شغل، فاليوم كله تعبانة، ترجع تجهز الأكل أو توضب البيت أو تهتم بشؤون الأولاد، تغسل لهم أو تعتني بجسدهم أو بالبيت، ما بقاش عندها وقت إن هي ولا تسمعهم ولا تتكلم معاهم ولا تناقشهم ولا تشوف سلوكياتهم ولا توجه ولا تصحح ولا تعلم. خلاص تعبانة تعبانة مش قادرة تكمل. وأنا عايز يعني أنا عايز أقول إن المرأة بتخرج العمل، أنا مع خروج المرأة العمل، أنا مش ضد خروج المرأة العمل، ومش مش كل خالص، مش كل الستات اللي بيخرجوا للعمل لولادهم كده، لا بالعكس طبعا، ده في العكس، في ناس بتعرف تعمل كده، في ناس بتعرف توفى، في ناس بتعرف تعمل كل الحاجات. المرأة بتطلع للعمل عشان تثبت وجودها وعشان تثبت ذاتها، المرأة بتطلع للعمل يمكن عشان تساعد جوزها، المرأة بتطلع للعمل يمكن عشان هي تتكفل بكل البيت، المرأة بتطلع للعمل علشان تقدر في ظل الظروف اللي احنا فيها دي تقدر تكمل وتقدر تسد احتياج بيتها واحتياج ولادها. فالجزئية الأولانية هو يمكن يكون خروج البعض للعمل ما بيخلوش. نمرة اتنين، حتى الست اللي قاعدة في البيت برضو ممكن تكون الست قاعدة في البيت. احنا قلنا الست اللي بتخرج دي مثلا وقتها مش جاي، طب الست اللي قاعدة في البيت برضو ينفع ان هي ما تربيش تربية سليمة، بمعنى ان هي مرتبكة مشغولة. نسمع من ناس كتير يقول لك شغل البيت ده ما بيخلصش، انا قمت مش من صباحيه ربنا مش عارف من الساعه كام ولسه ما خلصتش، فبرضه هي ما عندهاش وقت ان هي ولا تتكلم ولا تتعامل ولا تشوف ولا تلاحظ ولا تشجع ولا تقدر توجه ولا تقدر تبث فكر معين او رؤيه. واحنا اتكلمنا في الحلقه الثانيه دي ان احنا كلنا رؤيه، كلنا رؤيه لاولادنا، فهي صح. مشغوله بالبيت وبتعتبر ان هي كون ان هي تطبخ وتغسل وتعمل ده كل اللي عليها. في الحقيقه انا بعتذر ان ده مش كل اللي عليها. ممكن كمان نقطه ثالثه، سوء الاحوال السكنيه لبعض الاسر الفقيره، يعني الاماكن الضيقه، البيت نفسه ضيق، البيت نفسه في تذمر، البيت نفسه كل واحد ولا هم عارفين يقعدوا ولا عارفين ياكلوا ولا عارفين يشربوا ولا عارفين يتفاعلوا مع بعض ولا عارفين يتكلموا مع بعض. القدرات اللي في البيت مخليه الولاد يطلعوا بره، فالام تطلق الولاد عشان اليوم كله يبقوا بره، اليوم كله يبقى بره البيت. فلما اليوم كله يبقى بره البيت اللي بيعلمه مش الام ولا الاب، وانا بعتذر برضو دلوقتي عشان احنا قلنا كلمة الام بس، لا الام والاب، يعني كل كلمة انا قلت فيها كلمة الام، لا الام والاب يعني، بس كنموذج يعني مش كلمة على الام بس، كل حاجة قلناها الام والاب، برضو الاب اللي بيخرج للعمل اليوم كله، ما نفس القصة، برضو الاب اللي بيرجع بيهتم بشغله بالليل يرجع ينام او يتفرج على التلفزيون او يمسك الموبايل. واتمنى ان انت ما تكونش تقصدي حاجه معينه، لا يعني طبعا ما اقصدش خالص يعني، او بيرجع مثلا يجهز خدمه يعني او حاجه كده طبعا يعني. فالاب برضو مسؤول، فالام بتضطر ان هي تبعت عند تيتا عند خاله عند عمه، فمقضي وقت كتير بره، او الاسره، خلينا نقول الاسره، مش عايز استخدم كلمه الام تاني، الاسره تبعت الولد ليروح بره، فاللي يجي هو متعلم من بره، يعني السلوكيات اللي خدها بره، الالفاظ بره، الكلمات من بره مش من الاسره، ردود الافعال من بره، ما هو اليوم كله بره، والبيت بقى اللي هو الفندق، يعني يرجع ياكل وينام وبعدين ياخد مصروف من بابا وماما اللي عيني اليوم كله مطحونين عشان يوفروا له الجزئيه دي. كمان في حاجه تاني، يعني الفقر، سوء التغذيه، مرات عدم الاكل الصحيح ما ينتجش عقليه صحيحه، يعني ده من العقل السليم في الجسم السليم، واحنا في مشكله دلوقتي في حاله الاقتصاد التعبانه دي حياه. وبعد حلقتين
احنا هنتكلم عن الحالات الاقتصاديه، الحاله الاقتصاديه، واحنا ازاي نتعامل معها بعد حلقتين، يعني مش الحلقه اللي جايه لكن الحلقه اللي بعدها ممكن نتكلم عن جزئيه ازاي نتعامل مع الاوضاع الاقتصاديه اللي احنا فيها. عايز ارجع حضرتك تاني ان سوق التغذيه كمان بعض المجتمعات والعقائد اللي احنا بنتعامل بيها، والحلقات اللي فاتت اللي الاخ نص اتكلم عنها فيها باستفاضة ان طرق التربيه، ان احنا بناخد منهج بنمشي طريق، فهو ده يعني مش هصل طريق القسوة، بنمشي طريق الإهمال. ما هذا برضو النتيجة بتاعته، ما احنا قلنا ان الكلام ده هي طرق سلبية بتجيب نتائج سلبية، فممكن تكون استخدام طرق غلط، ممكن يكون عدم الوعي عند الأم. حضرتك بدأتي اعتقد بجملة كده ان انت قلتي ان في أسر بتربي تربية عشوائية. يعني ايه عشوائية بقى؟ يعني انت قصده بقى انا فاهمها يعني من غير قواعد، من غير يعني خطوط كده هنمشي عليها، يعني حسب الموقف. الموقف ده ماشي نمشي كده، الموقف ده نمشي كده، لكن ما فيش التزام وقواعد حاطينها. يعني الاسره ارتجالي. تمام. الاسره ما عندهاش ما بتقولش ان انا بربي، وهنتكلم عن الجزئيه دي، بس مش عايز اسبق الاحداث يعني في الكلام. فمرات ان كل التربيه بتاعتنا بحسب الموقف، يعني عشوائي. النهارده الولد عمل ايه؟ دي لا ما تعملش، دي اعمل، ما بنحطلوش خط مثلا يعني احترام الكبير، او احنا قلنا الملكيه، او احترام الاخر، ان انا عندي اخر في توافق اخر. واحنا بقالنا اكتر من مره، انا مهتم جدا ومشغول قوي في التنشئه، ان احنا نعلم ان في اخر. يعني في اخر؟ يعني في حد تاني في المجتمع عايش معايا بس بطباع تاني وبسلوك تاني. انا بحب السمك، واحد تاني مش بحب السمك، فدي حريه. فمش معنى كده ان هما وحش، انا بعبد بطريقه معينه، واحد تاني مش بعبد بالطريقه دي، انا بصوم بطريقه معينه، واحد تاني مش بيصوم بالطريقه دي، انا باكل اكل معين، واحد تاني مش باكل اكل معين. كل حاجه في اخر، احنا لازم نقبل ان يكون في اخر، مش بنعلم ولادنا ان في اخر. فبيشت بيحاكم، يا شوف انا راح اعمل ايه، شوف جه فين، خلاص انا كمان يعني بقول طب وانت ملك يعني، هي دي حياته او هي دي تربيته. انا لو عندي سلوك ايجابي امين، يعني لو اقدر اصلح ماشي، بس انا إن أنا يعني حاجه ايجابيه مثلا وهكذا. يعني كمان عايز اقول لحضرتك عدم الملائمه بتاعه البيت، واحنا اتكلمنا عنها دي، الزحمه والمشاركه في بيوت كتيره وعائلات كتير جدا، اما يعني للعزوه يعني او للمحبه مع بعضهم، في بيوت فيها مثلا الاعمام والسلايف وكده مع بعضهم، او القرايب والدنيا مفتوحه مع بعضهم، الاكل واحد والشرب واحد، بيقولوا مش عازلين يعني خالطين. فده برضو مرات يعمل مشاركه في التربيه، يعني ده مرات يعمل مشاركه في التربيه. اكيد. ايه بقى مشاركه في التربيه دي؟ ان حد بيتدخل، مش الام والاب بس اللي بيربوا. تمام. يعني مثلا الجد والجده هم بيحبوا جدا، هم بيحبوا الولاد جدا، بيقول لهم مالكيش دعوه انت مالكيش دعوه انت بيه، او اللي يقول له للاب مالكش دعوه انت بيه، لا سيبه او عشان خاطري. طب المره دي وبس، واستثناءات تحصل. تمام. ومرات يعني كتير جدا يكون الاب والام هم الصح، يعني لان هم فاهمين الولد اكتر، والعم او الخال او كده هو بيدخل المشاركه في التربيه دي، امر خطير جدا. انا يعني محدش يزعل مني، انا اللي عايز يساعدني في تربيه ابني يساعدني بالطريقه اللي انا بربي بيها، لكن ما يعلموش حاجه عكس ما انا بربي. لا خد مالكش دعوه بماما، روح مثلا لعم والخال والتيتا لو ممكن لا لحد يقول اصل مش عارف ايه كنت عايز ايه ماما ما جابتليش، يقول طب خد انت هات. كلام مش صحيح، مش بتخدمه المشاركه في التربيه. وكمان يعني عايز اختم معاكي بجزئيه تاني، جهل الاسره بالتربيه السليمه. يعني هم البرنامج ده لا استني عايز اكمل
انا عايز اكمل الفكره. قول قول. انا عارفه جدا تقول لي الاسره مرات تبقى مش عارفه. يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام معروف عند ناس كتير جدا, وكلام مش معروف خالص عند ناس كتير جدا جدا جدا. ان احنا نربي ازاي, نعمل ايه, طب بنتعامل ايه, ايه فكره يعني ده يمكن الناس اول مره تسمع ان احنا بنتعامل مع الغرائز. فانا كده يعني بتعامل معاه لما الالم واللذه وطرق تنشئه وكده. ففي كلام يمكن الجهل, او بلاش اقول الجهل عشان برضو ما تكونش كون ملقصه, يعني عدم المعرفه, يعني عدم المعرفه بالطرق السليمه هو دي كنت عايزه اقول حاجه. كنت عايزه اقول لك ان احنا عاملين البرنامج ده علشان نعالج فيه امور كتيره, نعالج فيه طريقه التعامل بين الاب والام, نعالج فيه العادات الغلط, نعالج فيه طرق تربيه يمكن نكون فاهمينها غلط ومفكرينها ان هي صح. فده الامر اللي احنا عشانه عاملين البرنامج. مظبوط مظبوط. اختمنا الحلقه بقى. احنا بنشكركم كتير قوي, ونتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل لكم فكرة تصنيف الاساليب وطرق التنشئة والنماذج الايجابية اللي احنا مفروض نمشي عليها. احنا لسه هنكمل في الحلقة اللي جاية, استنونا علشان هنشوف وهنعرف ايه الطرق السوية اللي هنتعامل بيها مع اطفالنا. تصبحوا على خير. شكرا. بيتك بيتك هو منار الرب المجد, إلهنا إشارة كنيسة عايشة بجد. بيتك بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة, ملكوت يسوع يمتد. بيتك هو منار الرب المجد, إلهنا إشارة كنيسة بجد. بيتك هو سنيدك وسط الرحلة والغربة, ملكوت يسوع يمتد. في بيوتنا عايشين ليسوع, نبقى شهادة لكل جموع. هدفنا مجده واسمه وحده, نبقى مثله للربوع. هدفنا مجد واسمه وحده, نبقى مثله للربوع. ابني بيتنا طوبة طوبة, صلواتنا صلاتنا محسوبة, تسبيحاتنا ليك محبوبة, بالصعاب تمسح دموع. بيتنا يا رب بيتك.